في ظل تحديات انقسام يواجهها الوطن، وفي ظل آمال في استشراف مستقبل أفضل، يحمل المصريون آمالهم وطموحاتهم على أبواب اللجان الانتخابية ليسطروا صفحات من التاريخ لحقبة جديدة تنعم فيها بلادهم بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار. لقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة منعطفات تاريخية كادت تعصف بالبلاد لولا الحكمة والرشاد في تخطي العثرات والوقاية منها. فكانت الانتخابات الرئاسية إحدى أهم محطات الديمقراطية وإرساء دعائم الدولة، والتي ستؤكدها المشاركة الفعالة والإيجابية. مصر تنتخب، انزل وشارك، ليس شعاراً متزامناً مع حدث، بل هو واقع نرسمه بأيدينا ترسيخاً لوطن يعيش فينا. أهلاً بكم.